اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع ابطال افريقيا للناشئات لكره السله ونجومهم اللي حققوا الحقيقه بطوله افريقيا وتاهلوا ايضا لكاس العالم. معانا ايه الفقي، اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا طبعا هاله علي اخت هاجر اللي كانت موجوده من شويه، اهلا بيك يا هاله. اهلا بحضرتك. انت متاكده ان انت هاله ولا هاجر؟ الف مبروك. يمكن ابتدي معاك يا هاله، يمكن بطوله كانت صعبه. كان عندكم شويه صعوبات في الاول، قولي لي عشتوها ازاي؟ احنا طبعا يعني مرينا بظروف كانت مش احسن حاجه، بس يعني اول حاجه ان احنا اتفاجئنا، يعني كنا عندنا تمرين عادي، اتفاجئنا التاني يوم ان احنا نلعب مالي، وكان المفروض ان كان المفروض 3 ايام على البطوله اصلا. وطبعا الظروف اللي مرينا بيها اللي هي بتاعت كابتن شريف لما اتفاجئنا ان هو غاب ومش هيكمل معانا وكده، وفريده تامر طبعا لما عرفنا ده برضو كان موضوع بالنسبه لنا صعب. ما خلاكوش تقلقوا؟ يعني انتوا كنتوا بتقولوا لبعض في اوضه اللبس، بتقولوا لبعض مثلا في الاوتيل، يعني الموضوع ده ما كان، ولا بتلعبوا وخلاص ومصرين على المكسب؟ لا كنا بنكلم بعض طبعا كلنا، وبعدين عشان اول ماتش لعبناه ما ظهرناش باحسن حاجه، يعني كل واحده ما ظهرتش بلعبها. طب ليه مالي ما ظهرتوش باحسن حاجه؟ عشان احنا قبليها كنا مرين بظروف، يعني عرفنا الماتش في يوميها، وطبعا بقى حوار كابتن شريف وفريده تامر. يعني انت قصدك تقولي ان احنا خسرنا من مالي عشان الحاجات دي زي ما كابتن احمد قال؟ يعني الحاجات دي كانت بالنسبه لكم هي السبب؟ يعني ايه، يمكن اجيك نفس الكلام، هل بنفس المواقف نفس الامور، ولا كان في حاجات بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي شايفاها اثرت بشكل كبير؟ يعني انا شايفه ان هي جزء في التاثير الخساره، بس ما ينفعش نحط ان هو ده المبرر. صحيح. يعني احنا كنا متوترين ومرينا بظروف صعبه قوي، بس احنا برضو احنا معترفين ده ما كانش مستوانا. بس مش هنحط اللوم كله عليها، احنا كان ممكن في الخضه وكده، بس احنا عارفين ان احنا عندنا احسن، واثبتنا كده في الاخر ان احنا كان لازم اللي هو لا نركز، البطوله سهله وعلى ارضنا، فدي حاجه في صالحنا جدا، فاللي هو لا كان لازم ندوس على نفسنا ونركز بقى وناخد البطوله. اي عارفه انت لما جبتينا على السؤال دلوقتي انا عرفت انتوا كسبتوا البطوله ليه؟ عشان معترفين بغلطنا. لا معترفين بغلطكم ان هو ما نحطش، وعندكم ثقه في نفسكم. وما يعني زي ما بيقولوا في الانجليزي بيقولوا فيشن اكسكيوزز، يعني تصيدوا الاسباب او الاعذار. انتوا ما كنتوش كده. ايوه. انتوا دورتوا ان احنا احسن وعندكم ثقه في نفسكم. أيه. وخليني اقول لكم حاجه، الثقه دي استمدتوها من مين؟ يعني ثقه الفرقه دي انت خدتيها من مين؟ خدناها من بعض، ان احنا بجد كنا بنشجع بعض جامد قوي، اللي هو لا احنا كل ماتش، لا احنا كل مره بنتحسن، احنا لسه عندنا احسن. يعني مثلا في ماتش مالي الاولاني كنا سايقين بصراحه، كنا سايقين. الماتش الثاني عملنا ماتش كويس قوي وخسرنا بس 13 بوند، هو ستيل خساره، بس احنا شايفين اللي هو ابتدينا نرضى عن ادائنا. جينا بقى اللي هو كل شويه بنتحسن لحد في الماتش الاخير بقى كلنا الحمد لله كان ابتدى بقى ادائنا يظهر، وان احنا كلنا نساعد بعض، وكان كلنا في التوب الحمد لله، وقدرنا نكسب. طب يعني الماتش الاخير انتوا بعد ما كسبتوا سمعت انتوا توجهتوا لكابتن شريف عزمي؟ يعني كانت لحظه حلوه صح؟ هو بجد صاحب الفضل، هو كان بالنسبه لنا ان هو يخرج في نص الماتش دي حاجه مش كويسه خالص. هو الكابتن بتاعنا، هو تعب معانا، كل الكباتن تعبت، بس هو بقى الكابتن على اللي هو بقى بيوجهنا وبيعمل خطط، فاللي هو احنا رب الاسره اكبر واحد فيكم بالظبط، فاللي هو احنا كنا معتمدين على الراس الكبيره فجاه مش لاقيينها، فاللي هو لا احنا كنا اصلا كمان اللي هو واخدين البطوله لنفسنا، ان احنا نثبت ان احنا كويسين ونقدر ناخدها، ونثبت للناس اللي هو الولاد كويسين واحنا كمان نقدر نعمل حاجه حتى لو هم احسن، بس احنا عندنا برده خامات محتاجين اللي هو تشجعونا، لو اديتونا ثقه هنقدر نعمل ونكسب. فاحنا كنا عايزين بقى اللي هو نهدي كل ده للكابتن كمان، ان هو تعب معانا وفي الاخر ما قدرش يكون معانا في البطوله، فاحنا صحيح. كان لازم اللي هو لا ان شاء الله نكسب ونديله المكسب الجاي. طب وهل نفس الكلام ايه برده نفس الكلام؟ يعني اخر مباراه انتوا يعني اوتوماتيك انا شايفكم فرحانين، بس بيقولوا او كابتن احمد توجهتوا على طول الاوتيل ورحتوا لكابتن شريف، الكلام ده حصل فعلا؟ ايوه طبعا حصل، وهو انا لعبت معاهم اول ماتشين بس عشان انا كنت مصابه، يعني اتصبت تاني إيه؟ ماتش الاصابه اللي جات لك ايه؟ جات لي مزق في السمانه. يا خبر ابيض، صعب قوي شويه. في اخر ماتش كان مثلا فاضل 3 دقايق او حاجه، بعدها لقيت نفسي بقى يعني مش قادره اقف على رجلي، فرحت قعدت وكده. طب اخبارك ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن. رجعتي تتمرني؟ لا لسه. بس رجلك احسن. بس الحمد لله عليك. يعني انا كنت واثقه فيهم ان هم هيجيبوا الكاس، وفعلا يعني رفعوا راسنا. يعني انت اتصبتي كمان والفرقه لعبت ناقصه من غيرك، ومع ذلك الحمد لله قدرتوا تكسبوا. الحمد لله. طب قولي لي بقى، يعني انت بتقعدي مع اختك في الاوضه صح؟ طيب عايز اسال سؤال، مين فيكم بيحب يسهر
يعني يمكن يعني انت بتضحكي طبعا في حد فيكم طبعا ما هو توأم او كل حاجه، ولكن انت وهاجر ممكن يكون في حد بيحب يسهر، في حد بيقول التاني نام بدري، حاجات الطريفه دي، مين فيكم ملتزم وفيكم شويه مش عايز ينام؟ لا هو صراحه انا وهي في الموضوع السهر ده انا وهي بنسهر جامد. جامد. طب حلو. لا حلو جدا. انا بس عايز بابا وماما يسمعونا. بس في الماتشات يعني لو عندنا ماتشات او عندنا حاجه مهمه يعني بنكلم بعض ونشجع بعض، نقول لا احنا لازم ننام عشان نصحى بدري وكده، ننام الساعه 3 الفجر مثلا بدري وكده. بلس كمان ان الموبايلات ما كانتش تبقى معانا، فما كناش في حاجه بنعملها، فكنا بننام بقى، نضطر ان احنا ننام. مين اللي بياخد منكم الموبايلات؟ كابتن شريف وكابتن مصطفى عدود. فعلا بياخدوا الموبايلات منكم؟ ايوه قبل عشان ننام، يعني كل واحد ده لو معاه موبايل مش هينام. مش هينام صح. طب كنتوا بتزعلوا؟ لا ما كنا يعني ما كناش بنزعل. يا هلا. بنبقى كنا بنبقى يعني اللي هو زعلانين ومش مبسوطين، بس عشان ان احنا كنا عارفين ان هم خايفين على مصحتنا وبيعملوا كده عشاننا وبس. اصعب لحظه في البطوله بالنسبه لك كانت ايه؟ غير طبعا لحظه الاصابه اكيد كانت صعبه، بس احسن اكتر لحظه صعبه. هو يمكن ماتش مالي اول ماتش دوت. كان صراحه بالنسبه لي ماتش دمه تقيل. كان ماتش صعب عشان كان كمان اول ماتش في البطوله، فيعني طبيعي يعني اول ماتش حتى لو انت كسبته بفرق قليل بس هتاخد الثقه اللي هو عشان تدي في الماتشات الجايه. بس احنا الماتش ده ما كانش كل الناس ما كانتش عارفه اللي احنا كنا بنمر بيه، فبعد كده بقى كلنا قعدنا مع بعض وقلنا ان احنا لازم نركز ونموت نفسنا عشان نشرف اي حد مستني كده. مستنيه كاس العالم عايزه تلعبيه هلا؟ ان شاء الله. يعني متشوقه وعايزه تلعبي ومتحمسه كده؟ اكيد ان شاء الله. مش قلقانه؟ لا لا ان شاء الله. هتشوفي هناك سرعات رهيبه. سرعات واطوال وبصي كل حاجه عندنا كل حاجه موجوده، سرعات موجوده شفت كل الثقه كده. ايوه وانت شايفه كده برضو ايه عندنا احنا السرعات وعندنا القوات وعندنا كل حاجه، كل حاجه ان شاء الله وجاهزه. وان شاء الله برضو البنات اللي تم استبعادهم طبعا يعني قبل البطوله هينضموا ليكوا، فشايفين ده يعني هيبقى قوه كويسه. ونفسكم كورونا دي تخلص بقى ونلعب براحتنا. ايوه يا ريت. يعني انتوا متهيألي كورونا ده يعني استبعد طبعا زميلكوا لعيبه نادي الجزيره دينا صح مظبوط، ولا مين اللي استبعدت؟ في لعيبه طلعت من الملعب برده في اول ماتش فريده تامر. فريده تامر وكابتن شريف عزمي. يمكن كورونا حرمكم الاثنين زمايلكوا طبعا، الاثنين مهمين طبعا. فطبعا انتوا زهقتوا من موضوع كورونا ده عايزين يخلص. يعني بقى قلقانين قوي، يعني احنا حتى في البطوله كان كل واحد خايف على نفسه. يعني مشكله كان الموضوع صعب. طب اي كنت بتلاقي مثلا من اللعيبات اللي بتلعبي قصادهم ممكن يبقى حد مثلا عنده كورونا؟ يعني فرقتك انت مطمنه الحمد لله لان انتوا عايشين مع بعض. فكنتوا بتلعبوا قدام السنغال قدام مالي، هم عملوا مساحات طبعا وطمنا عليهم، بس كنت اثناء المباراه بتبقوا قلقانين ولا ده بتلعبوا مش في دماغكم؟ ممكن هتكلم عن نفسي، لا انا بلعب مش في دماغي. اصل هم يعني اصل هو خلاص بقى احنا دخلنا الماتش، انا لازم اركز في الماتش بقى مش فارق لي. هم جم معنى كده ان هم نيجاتيف كورونا وعملوا مساحات، فهم اصلا مستحيل يخشوا الماتش وهم عندهم كورونا. صحيح. فاحنا بقى اللي هو خلاص هم نيجاتيف مش مهم بقى، يلا بقى نأدي في الماتش. هو ده كان هدف. بس انت حماسك عالي قوي. دي حقيقه. يعني الشباب انتوا بتقولوا عليها كده برضو؟ يعني انت حماسك جامد ما شاء الله. اكتر واحده مش يعني حتى في التشجيع والصور انا اكتر لما بطلع بره ما ببدل انا اكتر واحده بتتنطط. انا بجد كل الصور كلها بتنطط وبشجع واي حد يشوط ارفع ايدي. لا طب قولي لي واخده الحماس ده من بابا ولا ماما؟ من بابا. من بابا. ان بابا برضه زي قوي كده. يا جماعه الحلقه دي مش هينفع لان هو كل البنات بتتكلم عن الابهات والبنت حبيبه ابوها. طيب انا عايز اسال سؤال، مين اللي بيتعب معاكي برضه باباكي ولا مامتك؟ بابا. الاثنين بيتعبوا بس الصراحه بابا بيتعب معايا اكتر شويه. يا جماعه شوفوا بقى مش ممكن كده يا جماعه. يعني الموضوع على فكره هاجر برضه قبل منك قالت بابا بيودينا وبيجيبنا. ايوه بس هي الفكره في كده، بس عشان بابا معظم الوقت هو اللي بيودي ويجيب فبحسه بيتعب اكتر، بس ماما بتتعب معايا بقى في البيت بقى اللي هو كلام بقى وتهديني بقى وكده. طب انا عايز اقول لك ان البنت حبيت باباها، فانت بقى لو قعدت تقولي الصبح هتقولي لي برضه بابا. بس الفكره فعلا ان حتى يعني معظم الناس الابهات اللي بتتعب معاها اكتر بيودوهم ويجيبوهم وكده. صحيح. بس يعني برضو ممكن تطلب معانا اكيد. خليني بقى هرجع لكم في حته مهمه جدا، وهي طبعا اللي اتعلمتوه من النادي الاهلي انتوا الاثنين وفاتكم في المنتخب، وكان طبعا هاجر قالت عليه قبل الفاصل بالنسبه لها، ولكن خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وهنكمل طبعا لقائنا مع بطلات افريقيا للناشئات لكره السله. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ابطال افريقيا والمتاهلات لكاس العالم ابطال افريقيا الناشئات طبعا ايا الفقي وهاله علي. هاله يمكن اجيلك، احنا كنا بنقول قبل الفاصل ان اكيد اتعلمتي حاجه من النادي الاهلي فديتك في المنتخب. طبعا اتعلمت الروح والنظام وروح المكسب عامه، يعني ما تبقاش في اي نادي الصراحه، وحب يعني حبنا لبعض عامه. يعني متهيألي انت كنت تاهلتوا يعني خلاص كاس عالم كنت ممكن تقبلوا بالمركز الثاني. لا ايه اللي خلاكم يعني
يعني انت اكيد في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها مركز تاني. التاني زي الاخير عامه يعني في النادي الاهلي، فاحنا متعلمين الحته دي يعني من النادي الاهلي قوي، يعني المركز التاني زي الاخير فما نعرفش غير اول يعني. برافو عليك. طب ايه اتعلمت ايه قولي لي؟ هقول ان احنا اي ماتش مهما كانت الفرقه اللي قدامنا ضعيفه احنا بنطلع كل اللي عندنا. برافو. في ناس اللي هو الفرقه قدامي ضعيفه فانا هلعب على قد مستوى، لا انا هنزل مهما كان الفرقه اللي قدامي انا بلعب مستواي انا. صح تمام. تاني. ايه تاني قولي لي؟ وان احنا روحنا بجد الروح دي اهم حاجه هي اللي بتكسبنا، وبرده مش اوبشن ان احنا عندنا مركز تاني، ده صحيح. هو اول ان شاء الله يعني. واحترام الكبير ده ما اتعلمتهوش. ايوه طبعا دي اهم حاجه. شايف فيكم يعني انتوا يعني منتهى الحب الكابتن شريف عزم والجهاز الفني، وده الحقيقه متواجد يعني دايما تلاقي النادي الاهلي فيه ترابط فيه حب ما بين اللاعبين والاجهزه الفنيه. طب هل خليني اجيلك، طب يعني انت لعبتي مع المنتخب بتاع السنه اللي فاتت ولعبتي مع المنتخب السنه دي، انت كنت حابه تلعبي مع اي منتخب؟ اكيد الاثنين، بس انا اللي كان المنتخب ده بالنسبه لي داخله وانا مرتاحه قوي عشان كان معايا هاجر، و يعني المنتخب اللي فات ما كانتش هاجر معاكي؟ لا صح ما كانتش معاكي. فالمنتخب ده يعني كانت بالنسبه لي ان هي معايا بتبقى حاجه حلوه قوي، مع ان انا ما لحقتش حتى اكمل معاها الماتشات، بس هي يعني لعبت ليها وقبل ما تلعب ليها لعبت ليا برده وشرفتني الصراحه. خليني يعني اقول لك ان هاجر ما شاء الله كمان خدت احسن صانع العاب في افريقيا. يعني شرفتك وشرفت يعني بابا وماما اكيد شرفت النادي الاهلي طبعا. يعني كنت انت كنت نفسيا مرتاح اكتر مع المنتخب؟ ايوه طبعا، عشان هي كانت معايا وهي يعني ثبتت ان هي مع بعض و... لا وهي كمان ثبتت ان هي كانت لازم طبعًا تدخل طبعًا المنتخب وان ده حقها يعني. طبعا اللعيب، بصي هقول لك على حاجه، اللاعب مهما كان ومهما بيحصل ارادته هي اللي بتفرض نفسها على اي حد. ويعني يمكن هاجر عملت كده وده مش عيب، كلنا تعرضنا في بدايه حياتنا لظلم، كلنا رياضيين وتعرضنا لظلم او ايا كان يعني وات ايفر مطبات في حياتنا في الاول، ممكن عدم توفيق. ايوه وات ايفر احنا تعرضنا لايه، ولكن بالعزيمه بنقدر نتغلب على ده. ولا إيه؟ ربنا مش بيضيع تعب حد بجد ويعني ما بيسيبش حد مظلوم ابدا. صحيح. طب ايا يعني عارفك مش عايزه يعني مش حابه الكلام في المنطقه دي، بس اكيد المنتخب ده كان في راحه نفسيه اكتر، يعني يمكن كابتن شريف عزمي كان موفر لكم ده، بان من كلام هاجر ومن كلام هاله ومن كلام كابتن احمد، صح الكلام ده؟ لو ممكن عشان ده كان تاني منتخب لينا، فلو احنا بقى اوريدي اتعودنا على نظام المنتخبات سيستم بقى اللي هو داخلين مركزين، فاللي هو اوريدي خدنا ده من المنتخب الاولاني على السيستم المنتخبات وارتحنا فيه اكتر في المنتخب التاني. طب كاس العالم برده مش قلقان انت منه؟ انا اللي هو الفرقه اللي هلاعبها؟ لا هي بالنسبه لي هي ستيل اكسبيرينس، عشان انا في المنتخب اللي فات طلعت كاس عالم بس كورونا، فلعبنا بطوله مهارات في القاهره. مهارات لعبنا مهارات، فاللي هو ما عرفناش نسافر بالظبط، فاللي هو بقى اكسايتد قوي ان ده هيبقى اول يعتبر هو يعتبر تاني كاس عالم، بس اول واحد هنزل بقى ان شاء الله يعني العب فيه. في حد جالكم جاله مثلا سكولرشيب جامعه منكم، حد جاله مور فرصه انه يدرس بره ولا لا؟ ولا عشان كورونا ما حصلش حاجه؟ لا احنا مش عارفه الصراحه لسه ما يعني لسه ما قالوش، بس بقى يعني اتمنى ان احنا في مننا ان شاء الله يعني كذا واحده ممكن يجي لها. انت حابه كده ولا لا؟ اكيد احب، اصل يعني بره احيى اكيد، اصلا كل طموحات الرياضيين هم يسافروا بره ويلعبوا بره، فاكيد دي حاجه كويسه قوي لكله مهما كان مين، مش انا بس لغيري اكيد هتبسط. يعني نديم السلعاوي راحت جامعه في امريكا ورجعت واكيد كسبت خبرات احسن. اكيد انت حابه كده برضو هاله ولا؟ اكيد اي لعيب يتمنى كده يعني، دي حاجه حلوه جدا يعني لاي حد صراحة. يعني قصدي اقول لك انه في بطولات افريقيا دي، بس هو للاسف انت حظك وحش ان كورونا، بيبقى في ايجنتس كتير وبيبقى في هيد كوتشز من الجامعات بتحضر، ولكن انتوا حظكم وحش ان الموضوع كان في الضيق جدا، ثلاث فرق بس وما كانش في حد موجود، بس ده في دماغك انت. ان شاء الله. تحب تروحي مع اختك ولا لوحدك؟ اتمنى ان تبقى معايا. طب لو حصل، طب انا برضو سؤال برضو، لو حصل وانه مثلا عايزين هاجر مش عايزينك بلاش انت، هاجر ممكن توافق ولا انتم مرتبطين مع بعض قوي؟ هيبقى موضوع صعب بالنسبه لها، بس انا طبعا يعني هكون سبورت ليها قوي ان انا لا لان انت لازم تروحي وكده يعني. شايفه انكار الذات؟ شايفه التوأم بيعملوا ايه ببعض؟ هكون معايا الصراحه يعني. هتبقى حابه ان هي تروح حتى لو 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 حتى بعدت عنك وانتوا متخدين مع ان انتوا تقعدوا مع بعض كتير. طب قولي لي انتوا في النادي الاهلي انت مدربك دلوقتي كابتن عليا مظبوط ولا كابتن عمرو صابر؟ كابتن عمرو صابر. كابتن عمرو صابر تمام. طيب كابتن عمرو صابر انتوا عندكم بطولات جايه واشتراكات صعدتوا مع المنتخب الكبير ولا اتمرنتوا مع فريقكم؟ ده في النادي؟ اه
في النادي احنا حاليا احنا الثلاثة بنتمرن مع الفريستيم. انت نفس الكلام يا ايه؟ يعني انتوا اول ما رجعتوا كابتن علي هاشم طلع كل الفريق الاول. بس عشان بس احنا مصابين فبنعمل جلسات عقبال ما ننزل. بس احنا يعني احنا معاهم في الفريستيم يعني هننزل 18 ماتشات بس الجامده يعني. طب هاجر وايه شاركتوا في الماتشات اللي فاتت دي ولا حتى الوديه ولا مش بتاعت الفريستيم؟ انا اوريدي متساعده من الفريستيم السنه اللي فاتت. فانا كنت بلعب معاهم ماتشات وكمان قبل المنتخب كنت بلعب معاهم ماتشات وبنزل تمرين. يمكن هو الجديد ان هاجر بس وهلا هم اللي انضموا. ده جديد ليك ولا انضمتوا السنه اللي فاتت؟ لا انا السنه اللي فاتت كنت بطلع معاهم ولعبت معاهم ماتشات بس هاجر لسه دي اول سنه ليها تصعد يعني معاهم. طب تتمنوا تشاركوا في ماتش الجزيره اللي جاي؟ لو مصابه انت مصابه لا يعني ما يوتيفر يعني انت اختك يعني حتى لو مش مصابه فرضا تتمنى تشاركي؟ اتمنى اكيد يعني حاجه كويسه جدا ان انا العب في الفريست تيم. وهاجر برضو نفسها تلعب؟ طبعا. طب وانت؟ اكيد نفسي ده يبقى شرف لينا. طب قولي لي يعني لو انت حابه مثلا لو قلنا مثلا ان انت يعني في الدرجه الاولى مثلا هتشاركي افريقيا هتشاركي بطوله عربيه انهي بطوله تحبي تشاركي فيها اكتر افريقيا ولا عربيا ولا دوري انديه؟ النادي الاهلي بيشارك في كل ده. اني بطوله من دي انت حابه تشاركي فيها وتكسبيها؟ افريقيا الانديه. حضرتي اللي فاتت؟ لا كنت بتفرج لكن ما كنتش في الفرقه. لا حضرتيها حتى في الملعب ولا؟ ايوه كنت روحت الماتشات كلها بتفرج. حضرتي ماتش انجولا اللي خسرناه في الاخر ده؟ حضرت كل الماتشات. زعلكم طبعا؟ اكتر كره زعلتك في الماتش ده ايه؟ الفاول الاخير. ما كانش فاول صح؟ ما كانش فاول. بجد كل الناس ما كانتش شايفاه ما كانش فاول بس ما اعرفش بقى الحكم. وانت حضرت البطوله كمان يا هلا؟ اتفرجت على البطوله في الملعب وكده ولا كانت في التلفزيون؟ ماتشات وماتشات يعني مش هقدر اقول كل الماتشات كنت في الملعب بس في ماتشات روحتها وفي ماتشات لا. طب يعني انت عايزه افريقيا طبعا على فكره. كل اللاعبات اللي حضروا معانا دينا عمرو كان معانا برضو لاعبات كتير وكايلا وكل اللاعبات يعني قالوا ان هم نفسهم ياخدوا افريقيا وده حلمهم. في حين ان كان زمان كان الحلم هو البطوله العربيه تعرفي كده؟ ما كناش بنشارك افريقيا. بطوله افريقيا دي حاجه ثانيه خالص بالذات في الانديه الصراحه. نفسكم تاخدوها جدا نفسكم تلعبوها. لعبت قدام انجولا في اي حاجه ولا ما لعبتيش؟ لعبت السنه اللي فاتت كان سيمي فاينل افريقيا صح؟ لعبنا السنه اللي فاتت معاهم. كسبنا وتصعدنا كاس العالم. الماتش ده كان اللي هو اللي يكسب يصعد كاس العالم فاحنا الماتش ده كنا نازلين نقاتل وقتهم. كانت فين بقى البطوله دي؟ البطوله دي كانت رواندا. رواندا جميله على فكره. بقت دوله جميله جدا. طب قولي لي لعبتوا انجولا في قبل النهائي؟ طلعتوا النهائي لعبتوا مين؟ مالي برضو نفس الفرقه. خسرنا. بس وجينا السنه دي بس هم اكيد مجموعه من اللاعبات دي زيكم شاركوا. هم كانوا اتنين بس يعني واحده بس اللي من المنتخب اللي فات هي اللي كانت موجوده. كانوا اتنين. بس كانوا جامدين جدا طبعا كانوا اجمد حاجه ولا اللي هي خدت ام في بي البطوله السنه اللي فاتت في افريقيا جابوها السنه دي كانت موجوده السنه دي. ما قلتوش ما قلتوش مثلا خسرنا منهم السنه اللي فاتت؟ لا بالعكس ده جيل مالي السنه دي اوحش من جيل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان اجمد بكتير. يعني السنه دي الحمد لله ربنا ستر يعني وكان كانوا ضعاف كانوا عاديين يعني كان ممكن صراحه ممكن يكون اسوأ جيل مالي جه خبر بتبدا مصلحه احنا نزعل. ما احنا عشان كده استغلناه اللي هو لا احنا البطوله دي عشان كده بقول لحضرتك بطوله سهله. فاللي هو جيل مالي جيل مالي بس عايز اقول لك على حاجه. بصي انت وانت بتساعدي البطوله ما انتش عارف الفرقه اللي جايه ايه يعني فاهم قصدي؟ انت بتشتغل وبتنزل الملعب قد يتصادف ان انت تبقى احسن. يعني مالي اللي انت بتقول عليها ان هي يعني مش ضعيفه كسبتنا في الافتتاح ولا انا صح ولا كلامي صح؟ يعني هي حاجه ريلاتيف يعني انت شايف ان ده انا بستعد مش عارف بحين المنتخبات الكبيره بتبقى عارفه اللي جاي شكله ايه. ايوه لانه خلاص بيبقى اللعيب كبر وما مش بيتغير كل شويه اللعيبه. فبتبقى بطوله افريقيا صعبه. بس خلينا اسالك برضو سؤال يا هاله يمكن اكيد ليكي مثل اعلى. يعني اولاد بنات بره ماسك العالمين؟ انا بنات نادين سرعي ودين سرايا ودين عمرو طبعا تمام وولاد ايهاب امين وعمرو الجندي. ممتاز. طيب ايه ممكن بحب بره مصر اكتر متابعه بره مصر اكتر. بحب بره مصر بحب ليبرون جيمس هو احسن لعيب في العالم. ان شاء الله تمضي زيه 125 مليون كده في سنه. يا رب خليها صوره 90 مليون في سنه. وعدنا يا رب ان شاء الله يعني ليه لا خدت طموحات كبيره. ومين تاني غير ليبرون؟ بحب جيمس هاردن بس ما بيدافعش. جيمس هاردن
بس عنده بول هاند جامد قوي. بس ما بيدافعش، ما بس عشان تبقى عارفه. بس انت شكلك بيدافع، انت لعيبه بتدافعي، هو جيمس هاردن ما بيدافعش، بس لعيب جامد جدا 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 جدا. طب وحد تاني مثلا بتتابعيه؟ كيري مثلا ما بتشوفهوش؟ لا ده برضو بحبه جدا. البول هاند جامد قوي. شكلك بتحبي اللعيبه اللي بول كنترول عندهم عالي جدا. طب انت بره بتتابعي حد جامد يا هاجر ولا لا؟ مش قوي يعني، بس ممكن ليبرون، مش متابعه قوي يعني، بس دول اللي معاه. طب قولي لي في نهايه الحلقه، طب انت اكيد حابه تقولي حاجه، حابه تقولي ايه يا هاجر؟ حابه اشكر بابا وماما واخواتي وكابتن رحاب ودكتور مجدي ابو فريخه والجهاز طبعا كله، كابتن شريف وكابتن مصطفى عدود وكابتن مصطفى فكري، كل حد يعني عشان مش عايزه انسى اي حد، وطبعا مجلس الاداره كلهم. بالتوفيق ان شاء الله يا هاله. طبعا بتمنى لك كل التوفيق. ايه بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تعملوا ماتشات قويه جدا في كاس العالم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع بطلات افريقيا اللي تاهلوا لكاس العالم واللي شرفوا مصر كلها. كنا نتمنى طبعا الناشئين يتاهلوا، لكن صادفهم حظ سيء. انتظرونا بكره الساعه ان شاء الله 7، هيكون الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والزمالك المنقوله على قناه النادي الاهلي. هيبقى في تغطيه جميله جدا وتغطيه تليق باسم النادي الاهلي، وهنكون سبورت جامد او داعمين بشكل كبير لفريق الكرة السلة. انتظرونا بكرة إن شاء الله الساعة 7. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء غدا مع الأبطال.